توافد أعضاء مجلس النواب على مقر المجلس للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وقد أتاحت الأمانة العامة للمجلس نماذج التزكية المعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات تفعيلا لنص المادة 142 من الدستور، والتي تقضي بأن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب.